أغلب وقتي بقضيه في المكان هذا لأنه مصدر رزقي وعملي. من يوم ما انسحبوا اليهود أخبز خبز خامر للناس وفطاير برضو رقيقة وجامدة، وبعدين بعمل مفتول للناس، برضو بعمل كشك بعجنه وجبنة غنم، وبعمل جرادة خضرة وجرادة ناشفة، وبعمل في الموسم العجوة عجوة البلح مربى، برضو بعمل كعك في موسم العيد، وموسم رمضان بعمل بشتغل سمبوسك، بعمل فطاير سبانخ، بعمل معجنات. تربيت بيت ل يعني 6 أولاد وخمس بنات، يعني هي 3 أولاد جوزتهم وساعدتهم الحمد لله. طبعا وقفنا ايد واحدة انا وياهم، هم يشتغلوا وانا معاهم لغاية ما جوزتهم، وما شاء الله عندي هلقيت 3 كناين، وجوزت بنات 2، واحدة بنت علمتها تحليل طبية ما شاء الله عليها خلصت. صعب انه يعني واحدة تكون قاعدة ومرتاحة في بيتها، كيف بدها تقول لحد انه بدي اخبز لك واخذ اجاري؟ صعب الموضوع كان. فانا يعني لقيتها قلت يعني لسه انا اخذ رزقي بتعبي احسن ما اروح على الجمعيات الفلف على الشؤون الاجتماعية. برضو بحكي لكل مرأة يعني ربة بيت إنه ما تستنى يعني حد يجي يجيب لها حاجة على البيت، أو تستنى صدقة فلان وغيره، ولا تستنى الجمعيات ولا الشؤون الاجتماعية. هي إذا ربنا عطيها الصحة وبتقدر من حاجات بسيطة تكسب قوت أولادها. أنا نفسي أطور من مشروعي عشان خاطر أشغل أولادي معايا، بدل ما هم بيشتغلوا في المحررات ب5 شيكل الساعة، أحيانا بيشتغلوا ساعة وأحيانا ساعتين، لا أنا حابة أنهم يشتغلوا معايا، وربنا يديني الصحة ويديمها علينا نعمة إن شاء الله.